لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود، ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك، وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. حبيت كيف وانا قاعد في البيت سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا مكفينا، وشو صار مش طالع انا من الدار، الفايبر سرعته نار، انا والعيل باجواء السرعة جلينا. يلا نعيش مع بلد الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، أجواء السرعة بتفرق مع بلد الجيجا فايبر. في البيت عيش أعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع بلد الجيجا فايبر، أسرع انترنت منزلي. للإشتراك زوروا أحد معارض بلد وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199، خاضع للإمكانية الفنية. هذا وقتي وهذا زماني، بلف في الدنيا وأنا في مكاني، واتطمن أنا مش عادي. توفيرنا مش عادي، 7000 دولار يوميا، 70000 دولار شهريا، 700000 دولار على 7 فائزين، جوائزنا 7 ايام في الاسبوع. يجري السحب على الجوائز الكبرى وتنتهي الحمله بتاريخ 31/1/2024، خاضع لشروط الحمله واحكام البنك. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الالكتروني او الاتصال على 1700 150 150. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول. قشطة يا عم سمعني كلام، ونهارك فل يا سيدي الكل، كل حدا بتشوفه ببالك جبالك، قشطة من البنار أخضر من يلي ببالك، القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي. دور القشطة دور، يا عيني يا عيني على القشطة دور، يا ليلي يا ليلي على القشطة دور. القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى، البنار اختيار كل الدار. صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وما كنتم عم تسمعونا. تحية الصباحية للجميع، أحلى صباح لأحلى مشاهدين ومستمعين ومتابعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد، هذا اليوم الاثنين 18 من أيلول للعام 2023، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. شعبنا شد الحيل قرب يخلص هذا الليل، يا شعبنا شد الحيل قرب يخلص هذا الليل، عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. شعبنا شد الحيل بالخير
والحب وبتحية الوطن فلسطين نحييكم، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب. صباح الخير لكم أينما كنتم من طاقم عمل البرنامج زملاء خالد إنجاص، محمد ريان في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ترافقنا زميلة سحر حناني من التنسيق، ومن ريم العمري في الإعداد والتقديم. احنا شعب ما بها مهما تكتر الصعاب، الاحتلال هو الارهاب، واحنا بدنا حرية. احنا شعب ما بها مهما تكتر الصعاب، طبعاً أكيد بالبداية بدي أذكركم عم بتشوفونا وبتسمعونا عبر شاشة تلفزيون وطن، تلفزيون وضعه تمام خالد، وأيضاً عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2، عبر موقع وكالة وطن للأنباء على الفيسبوك. صباح الخير لكل المعنى عبر الفيسبوك مباشر، وأيضاً بإمكانكم الاتصال هاتفياً على أرقام الهواتف 0-2-2-9-6-6-1-9-5 0-2-2-9-6-6-1-9-7. ارحل ارحل يا محتل، في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل. ارحل ارحل يا محتل، في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل. خطوة خطوة للأمام، كله راح يصبح تمام، شعبنا ينول الحرية ويعيش. احنا بالامس يعني صراحه ما طلعنا حلقه، كان في عنا خلل تقني وبالتالي وفني، انحلت القصه وهينا معكم اليوم ان شاء الله، فبالتالي هذا هو سبب عدم يعني تعذرنا من تقديم حلقة الأمس، لكن نحن معكم اليوم وكل يوم إن شاء الله دائما معكم بكل ما هو جديد وبآخر المستجدات والأخبار عبر منصتنا وعبر البرنامج. رح نبدأ سريعا بآخر المستجدات والتطورات والأخبار في البلد وفي كل مكان، بعد هيك رح ندخل في موضوعنا اللي رح نحكي فيه اليوم عن الاستهتار في صحة المواطن الفلسطيني. آخر المستجدات والأخبار، قبل ساعة من الآن تم الإبلاغ عن إطلاق النار على شاب عند حاجز جنوب القدس، الاحتلال أطلق النار عليه، طبعا أصيب بجروح متوسطة، وبزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند الحاجز العسكري جنوب القدس. مظاهر أو مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن هناك شابا ملقى على الأرض عند مدخل حاجز الجيش. سمعين؟ ستجمعنا وإليها معا سنعود غدا. أيضا من آخر المستجدات والأخبار لهذا اليوم، الاحتلال يقرر إبقاء حاجز بيت حانون مغلقا أمام عمال قطاع غزة لليوم. حاجز بيت حانون مغلق، كما أن هناك في أيضا هدم منازل في قرية في بيت دجن. عشرات المستوطنين يستمرون باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بالأمس كان أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك بحجة الأعياد اليهودية ورأس السنة العبرية، حيث اقتحم المئات المسجد الأقصى المبارك على دفعات، كما قاموا بالنفخ بالبوق داخل باحات المسجد الأقصى المبارك وهي سابقة خطيرة في هذا الأمر، بالإضافة إلى الاعتداء على المسنين وعلى المرابطات على أبواب المسجد الأقصى المبارك. بالأمس كان يوم حامل وطيس في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات القادمة ستكون أيضا بحسب التهديدات أكثر شدة بحجة أعيادهم اليهودية. يا قدس
فريال بتقدر تشيكي على التلفزيون مرة جديدة لأنه الأمور بخير الآن، يعني كل شيء تمام على التلفزيون وعلى الإذاعة على الموجة 99.2 FM. أيضا تقدروا أنكم تسمعونا. في هذه الأحداث نستذكر حقيقة بعد أن ورد خبر رحيل فنان الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين حسين المنذر، الذي تربت الأجيال على أغاني الثورة الفلسطينية وأغاني فرقة العاشقين. فعليا توفي مساء بالأمس أبو علي الملقب بأبو علي، وهو حسين المنذر قائد فرقة العاشقين الثورية الفلسطينية، حيث تم الإعلان عن وفاته من وسائل إعلام ومصادر صحفية بعد وعكة صحية ألمت به حيث كان يتلقى العلاج في دمشق. حسين المنذر ولد في بعلبك، يكنى بأبو علي، هو فنان لبناني وقائد فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية، والتي اشتهرت أيضا بالأغاني الوطنية الفلسطينية والتراثية. هو أحد المؤسسين الرئيسيين لفرقة العاشقين وأدائها المتميز، والتي اشتهرت بالأغاني الوطنية الفلسطينية والتراثية، وقد غنى لفلسطين واضعا بصماته الصوتية على ما يزيد عن 300 أغنية وطنية، من أشهر أغانيه من سجن عكا، طلعت جنازة، ويا طالع عجبال النار، والمزيد المزيد من أغاني الثورة الفلسطينية. إلى جنات النعيم إن شاء الله رحمه الله. قائد يعني دعونا نسميه الثورة أو فنان الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين. وعلي صوتك وخلي غناوي الشوق أمل فينا، مري طيفك وهلي من الغربة ولمينا. وعلي صوتك وخلي غناوي الشوق أمل فينا، مري طيفك وهلي من الغربة ولمينا. هنادي علي متغرب بقاله سنين متعذب، على أرضك يودينا. وحلم العودة خلانا من خيام الصبر نكبر، حنينك لما نادانا ذبنا في العشق أكثر. وحلم يعني نيجي للقضايا اللي في البلد، القضايا اللي بتخلصش، القضايا اللي دائما بنحكي فيها، والقضايا اللي دائما وابدا يعني تثار، ولكن واضح انه دق المي وهي مي في البلاد، وكله برجع للقانون، وكله برجع لعدم وجود إجراءات رادعة، وكله برجع لعدم وجود قوانين قوية مثل باقي الدول، وكله برجع بيفتح بعد يومين زي القرارات. اسمعوا، احنا دائما مشكلتنا في البلد ليش عندنا سوء إدارة الأزمات؟ لأنه ما بنستند على قرارات قوية، زي مثلا الإشكالية اللي صارت بين نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية، مرة أوقفوا عن العمل لنقيب المهن الصحية، الآن رجعوه عن العمل، الآن في لجنة تحقيق، وهكذا ودواليك تقدر تقيس على كل القضايا الأخرى في البلد إنه كيف بيتم التعامل معها. القصة بدأت يوم الجمعة لما راح أحد المواطنين على أحد المطاعم، زي هالناس اللي بتروح بتاكل في المطاعم، وهو بيقطع في الخبزة شاف ذنب فار، بعيد عنكم، ذنب فار طوله يعني هيك، يعني بتقدر تقول 7 سنتي تقريبا، كان واضح في الخبزة وفرش بتحسه يعني كمان جديد يعني.
لأنه لو إنه قديم كانت فتفت، بس بتحسه زي ما هو لساته. معلش الدنيا الصبح، أنا عارفة إنه الدنيا الصبح، وعارفة إنه الواحد الصبح بتزيف نفسه لما بيشوف هيك مناظر، بس هذا واقع لازم نحكي عنه، يعني هذا واقع موجود عنا ولازم نحكي عنه، ولازم نحكي كيف بدأت القصة، عشان ما تفكروش إنه القصة بدأت لما كانت في طواقم التفتيش بتعمل جولات تفتيشية وبالتالي عثرت. لا لا لا، القصة بدأت من مواطن، من مواطن كان بياكل وشاف هذا المنظر أمامه وعلى طول قام بإبلاغ الطواقم الاقتصاد والطواقم الصحية والضابطة الجمركية في الموضوع، اللي على إثرها توجهت، يعني سألت من وين هذا الخبز، سألت صاحب المطعم من وين بتجيب الخبز، قال لهم اسم المخبز، راحوا عليه، وهناك كانت الكارثة. هناك فعليا كانت الكارثة لما وصلوا على المطعم ولسه كان يعني ذنب الفار ولا شيء بالنسبة لما رأوه وشاهدوه داخل المخبز. كلكم انتشر طبعا هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر في كل مكان، وشفتوا الحشرات الموجودة على الطعام اللي كان يحضر ليقدم للمواطن، في استهتار واضح بشكل كبير. هذا الفيديو أمامكم، استهتار واضح أثناء يعني صراحة تحضير هذه المعجنات للدخول إلى الفرن. يعني إحنا سمعنا عن قلة نظافة، بنسمع مرات عن أمور زي هيك بتصير، لكن واضح إنه القصة وصلت إلى كوارث، كوارث عنا. وهذا إن دل على شيء يدل على إنه الإجراءات المتبعة في البلد لا يوجد فيها صرامة ولا ردع، لأنه لو في صرامة وردع ما بترجع بتتكرر بهذا الشكل. تمام؟ إحنا عندنا صارت قبل هالقصة في أحد محلات شاورما، وبعدين كوكتيل، وبعدين هذا، وسمعنا وفيران وصارت قصة، وبعد يوم يومين يرجع يفتح المحل. الناس بتعتقد إنه سكر المحل يعني رح يسكر نهائيا، المحل سكر ما رح يسكر نهائيا، لأنه للأسف بحب أحكي لكم ما عندنا قانون إنه إغلاق المحل اللي بصير فيه كارثة صحية زي هاي. أنا إذا بدي أسميها وأطلق عليها اسم، بطلق عليها اسم كارثة صحية، مكرهة صحية. والقانون كمان البائس كمان الموجود ما بيسمح للجهات الرسمية والرقابية أنها تحكي اسم المنشأة أو المحل اللي بيصير فيه هذا الحكي. الناس وصلت القمر والله العظيم، وفي دول برا صحافة، مش طواقم تفتيشية، صحفيين بيروحوا بيقعدوا في مطعم بياكلوا بس، وبطلب وجبات وبيلفوا بيدخلوا على المطبخ وكذا بس عشان يجي يكتب تقريره عن هذا المطعم، ولو وجد أي شيء بكتب في البند العريض اسم المطعم الفلاني، وأثناء جولتنا وجلوسنا في المطعم وجدنا 1 2 3 واسمه كذا وهو موجود في مدينة كذا وما إلى ذلك، ومرات على الصفحة الأولى بحطه. إحنا ما عندنا قانون يتيح لنا هذا الأمر، لذلك هناك عدة أسئلة بدنا نحكي فيها، وهناك عدة استفسارات يجب أن يعني تلقى جواب كما يقولون، إنه كيف شو الشروط والمعايير الصحية الواجب توفرها في هذه المنشآت، إلى متى هذا الاستهتار بصحة المواطن، كيف يتعامل القانون مع هذه الحالات. طبعا رح يكون معنا قانوني بعد قليل، محامي وقاضي سابقا، لكن الجانب الصحي اسمحوا لي أن أرحب معنا عبر الخط الهاتفي مع مدير عام صحة رام الله والبيرة الدكتور مهدي راشد، معنا عبر الخط الهاتفي. دكتور مهدي صباح الخير، أهلا بك معنا. يسعد صباحك صباح المستمعين والمشاهدين الكرام. تحياتي يا دكتور. احنا بنعرف انه انتو في الصحة الجهة الاهم في موضوع الرقابة وفي موضوع الامور الصحية المتعلقة بالطعام الذي يباع والذي يقدم ويصنع للمواطن الفلسطيني، وانتم ضمن ايضا لجنة السلامة العامة المشكلة من اكثر جهة بخصوص هذا الموضوع. قبل ما نبدأ يعني تفاصيل، او خلينا نحكي بالشروط والمعايير الصحية، خلينا نحكي من الحادثة الاخيرة اللي حدثت يوم الجمعة
واللي أثارت الرأي العام بشكل كبير، وطبيعي رح تثير الرأي العام لأنه ذنب فار، يعني إحنا بنحكي عن ذيل فار في قطعة خبز، وبالتالي هذا أمر غير مسبوق. دكتور، هذا الأمر صار بناء على شكوى من مواطن، وبالتالي تحركت الطواقم جميعها بناء على شكوى من مواطن وليس بناء على جولات تفتيشية من طواقم الرقابة. بالبداية شو بدك تحكي في هذه الحادثة، كيف تابعتوها؟ طبعا أخواننا في الاقتصاد الوطني بلغونا احنا والضابطة الجمركية، مندوبنا او الموظف في ساحة البيئة في مديرية ساحة رام الله والبيئة اتصل فيه حوالي الساعة 11:30 او 11:40 دقيقة مساء، وحكى لنا حادثة. قلت له هلا فورا بتتوجهوا للمخبز وبتفتشوا عليه وبتعطوني الإفادة على السريع. توجهت الطواقم الثلاث، دخلوا على المخبز فتشوا وكانت الصورة اللي طلعت، بلغوني باللي صار وشفت الأمور هاي، فأخذت قرار إغلاق المخبز على الفور وإتلاف جميع الأشياء الموجودة وإتلاف جميع محتويات المخبز. دكتور، متى كانت آخر زيارة رقابية لهذا المخبز؟ هلا احنا الزيارات عندنا بتكون دورية بشكل خلينا نحكي كالآتي، بشكل ممنهج. احنا اولا مشان نكون عارفين المواطنين شو احنا بنشتغل، احنا في عندنا في رام الله لحالها، مدينة رام الله لحالها اكثر من حوالي 250 مخبز وحوالي فوق 700 مطعم، هذول مسجلين لدى وزارة الصحة. في المدينة ولا في المحافظة عم تحكي؟ لا انا بحكي عن مدينة رام الله. مدينة رام الله اكثر من 250 مخبز، صحيح. وفي عندك مصانع تغذية وفي عندك مستوردين لحوم، فاحنا بنحط الجداول الدورية لهذه المنشآت. بالتالي في جولات دورية، كذلك احنا في الاسبوع قبل اسبوع 10 ايام بدأنا بحملة مكثفة مسائية عشوائية، وكانت بالليل طبعا بمشاركة لجنة الصحة والسلام العامة. وحتى اذا بتعرف في المطاعم هاي العرق الكربونات الموجودة في الطيرة هاي الشارع، هذا شارع المطل شو بسموه هيك اعتقد، تم فحصها، يعني زيارتها جميعها وفحصها واخذ عينات والحمد لله كلها كانت ناجحه. فبالتالي الزيارات بتكون على برنامج محدد للمؤسسات، سواء من طواقم الصحه كالصحه مديريه الصحه رام الله والبيري، او الجزء الثاني من الرقابه اللي هي لجنه الصحه والسلام العام. طيب دكتور، انا سالتك سؤال مباشر عن هذا المخبز تحديدا، متى كانت اخر زياره رقابيه؟ لانه واضح اللي داخل، يعني التصوير الفيديو المصور فيه انه مش محد داخل عليه، محد سائل عليه من سنة. لا لا الحكي لا مش مزبوط، يعني هيك اللي بيشوف الفيديو بيشعر. لا مش منها، لأني شوف إذا شفتيه أنت ممكن خلال أسبوعين لثلاث أسابيع تصير هذا الإشي، مش بالضرورة يقعد أشهر يعني. طب معقول إنه يعني إذا رايحين عليه قبل أسبوعين ثلاثة ما شاهدوش؟ يعني حتى هذا المخبز يقال دكتور إنه تسكر أكثر من مرة على نفس السبب، وضح لنا هذه النقطة. في قبل سنة وحول للنيابة العامة. طيب. وأخذ يعني المجرى القانوني في النيابة العامة وتم تصويب وضعه وفتحه من جديد. واضح يعني إنه الموضوع ما تصوبش يعني. لا أتصوب لأنه ما برجع، يعني إحنا كالآتي، إحنا بس نحول الملف للنيابة العامة. أو بالأحرى لنيابة الجرائم الاقتصادية. الجرائم الاقتصادية بتكون تابعة الأمر القضائي فيه. هلا هو بتقدم عن طريق محامي بطلب للنيابة بإعادة فتح المركز أو المخبز أو المؤسسة، خلينا نحكي هيك. هلا النيابة بترسلنا إنه هل تم تصويب وضعه ولا لا، بناء على كتاب. إحنا بنكون بزيارة، ممكن زيارة اثنتين وثلاثة وأربعة، بعد ما تأكد إنه صوب وضعه كما يجب. طب بنقول إنه شو تصويب الوضع؟ شو يعني صوب وضعه؟ طبعا شو هي المعايير يعني؟ بده يعني هلا الموجود عندنا هون علاقته بالنظافة، وبده طبعا إعادة تأهيل المكان كامل. يعني انتوا لما دخلتوا عليه لقيتوا مستوى النظافه عنده يسمح له انه؟ طبعا اكيد اكيد، لانه يعني كان مغلق كامل. كان مغلق، لما يكون مغلق فهو بيعمل عمليه ترميم كامل، مش انه بس بكنس وبنات، لا بدهن بنظف بصوب جميع الاشياء الملاحظات. كل زياره بعطوها المفتشين برجع بشيكوا عليها مره ثانيه، اذا تم عملها كما هو مطلوب حسب الشروط بيمشي الأمور. برأيك كيف رجع أسوأ من أول ولا أحسن من أول؟ يعني ما توقعش المرة الأولى كان في ذنب فار، يعني الأمور بتتطور.
هلا المره الاولى انا يعني المره الاولى ممكن ما كنتش بقول بس كان الموضع اللي هي الاثار الصراصير والامور هي كانت موجوده وهذه كانت على شو اسمه يعني زياره تفتيشيه عاديه المره اللي قبل هي. مش بناء على شكوى. لا لا هلا احنا في يعني بصراحه خلينا نحكي احنا طواقمنا كل يوم بتغلق محل كل يوم بتاخذ ملاحظات من المؤسسات وبتطلب تصويبها وبترجع تراجعها. هلا في مخالفات زي ما حكيت انا سالفا انه في مخالفات بسيطه ممكن يعني تعطي فيها المنشاه تنبيه. شو هي المخالفات البسيطه اللي بتعطوا عليها اثار تنبيه؟ مثلا يكون اثار مثلا مش اثار براز ممكن شويه مثلا عدم ترتيب في النظام مثلا يكون تقويم في شيء منها ناقص في شغلات بسيطه يعني ممكن اقول له صوت هذا الموضوع عندك غلط بدك تعمل هيك او هيك. وفي شغلات زي اللي شفناها احنا ما بتستنى اني اقول له برجع شوف لا بنغلق وبنحول النيابة وبنكمل بعديها إجراءاتنا للسلامة. يعني آخر تقرير رقابي على هذا المخبز كان قبل سنة لما رجع فتح مرة لا جديدة. لا بعد لا لا زرتوا جولات تفتيشية بعد هيك؟ طبعا زرنا بعدها يعني بعد وما كانش في خلال هذه الزيارة اسمح لي بس بالأسئلة مخلفات وبراز فيران أو صراصير مستحيل يكون في آخر زيارة إن هذا الإشي موجود وسكتنا عنه مستحيل. يقال إنه تم إختاره قبل فترة أسبوع 10 أيام تم إختار هذا المخبز لتصويب وضعه. هذه معلومة مؤكدة يعني وصلتنا. ما المقصود بذلك؟ اختاره؟ نعم قبل أسبوع؟ يعني قبل الحادثة 10 أيام كذا يعني كان مطلوب منه أنه يحط أشياء في المكان هو مش حاططها. شوفي إذا تم إختاره قبل 10 أيام أنا اللي منعت إختار أنا بعطي فترة زمنية للتصويب يعني وبرجع بشوف اللي الشيء اللي طلبته منه كام ولا لا فهمت؟ ترجع بتشوف إذا الشيء اللي طلبته منه عمله ولا لا. أنا مش بعطي الإختار وبنسى الموضوع. لا أنا بعطي الإختار بقول له معك. طيب أنتوا أخترتوا قبل فترة؟ مش متأكد من المعلومة إيش أظلم حالي وأظلم هسه بعطيك المعلومة الدقيقة 100% بعطيك التاريخ إذا كان في غير في التاريخ طبعاً ما في عندي أي مشكلة. طيب خلينا نسأل السؤال كالتالي كمان لأنه هذا سؤال يجول في خاطر كل مواطن. لماذا المنشأة دعني بديش أحكي مخبز بحد ذاته المنشأة بشكل عام بترجع بتفتح بعد أيام قليلة بسيطة بعد الكارثة الصحية اللي بتم اكتشافها داخل هذه المنشأة وهي الحادثة سبق وإنها صارت مع أحد محلات الكوكتيل مع أحد محلات الشاورما وما إلى ذلك إنهم بيرجعوا بيفتحوا إما باسم جديد إما ديكور جديد إما مكان جديد بس بيرجعوا بيفتحوا صحيح. هذا على شو بدلل يعني وليش ما في عنا إجراءات صارمة في هذا الموضوع؟ هلا إحنا دورنا هو التفتيش. هلا إحنا من نغلق مؤسسة هلا بنغلقها بنحول للنيابة زي ما حكينا وبتأخذ إجراءاتها. هلا صاحب المؤسسة بتقدم بطلب خطي للنيابة بأنه صوب وضعه وبده يفتح المؤسسة تبعته. طبعا فيش قانون يمنع إنه ما يفتحش تكون واضحين. هلا النيابة العامة بتراسل مديرية الصحة طواقم الصحة والمفتشين بزور المكان وبشوفوا هل هو بالفعل إنه صوب وضعه ولا ما صوب كل قديش ماشي. أنت لما بتفوت على مخبز بتخطره عشان يصوب وضعه بترجع له بعد قديش لأنه المسائل النظافة هي مسائل يومية يعني في يوم واحد ممكن يصير إشي وينخلط بالعجين وتصير كارثة. فأنت لما بتختر صاحب المكان مطعم أو مخبز أو شو مكان بعد قديش بترجع له بتغيب عنه قديش يعني؟ هلا لما يكون عندي اثار براز وما بعطيه اسبوعي صوب وضعه انا بغلقه على المحل بعدين تغلقه على المحل لما بتشوف طبعا انا اكدت في مخالفات لا يمكن انه انتظر اني اعطيه اختار لتصويب وضعه. طيب اختار تصويب الوضع قديش لانه التصويب قد يستمر اما لاسابيع اما لايام يعني هلا احنا بالعادي انا يعني في حسب نوع المخالفات في مخالفات يعني تحتاج يومين ثلاثة أربعة عفوا علي وفي امور بس يعني اذا بدها اسابيع ما بقول له انا اشتغل وصوب. اذا بدها شغله اسابيع معناته المخالفه جسيمه وبالتالي ما بضل شغال المنشأة بنغلقها. طيب الاشياء بسيطه مثلا في غبر هون في شويه وسخ هون اشياء بسيطه يعني مش لا تؤثر بطريقه مباشره على صحه سلامه المواطنين لا تشكل خطر. انت لاي بقول له بعد اسبوع تصور برجي بفتش عليك
ماشي الحال، فلما يكون عندي براز فئران او اشوف صراصير او كذا ولا يمكن اني اعطي فيها مجال لتصويب الوضع وهو محل مفتوح. يغلق يغلق فورا، يغلق ويحول. وبالتالي العمليه الاغلاق مش على مخالفه بسيطه، بتكون جسيمه وبتشكل خطر على الصحه والسلام العام. شو العقوبات دكتور اللي عاده تتخذ في مثل هذه الحاله غير التصويب؟ يعني شو العقوبات اللي تتخذ في هذه الحالات؟ احنا وزاره الصحه ما بنعترف، احنا بنحول النيابي، والنيابي هي اللي تقوم. طيب نيابه الجرائم الاقتصاديه صحيح؟ اللي عاده صحيح. حسب متابعتكم للموضوع شو بتكون اجراءاتها مع هاي اصحاب المنشات اللي مثل هيك؟ كيف شو بتكون اجراءاتها مع اصحاب المنشات اللي مثل هيك؟ ولا خلص انتم ما بتتبعوا يعني شو صار معها؟ يعني بهمكم مش مثلا شو النيابه كيف تعاملت مع الملف؟ هلا النيابه شو العقوبه؟ احنا ما بتعرف شو العقوبه؟ يعني ما عمرك عرفت مثلا انت حولت صاحب يعني مطعم للنيابه، ما عرفت النيابه شو عملت معه؟ هلا النيابه بتحوله للمحكمه. تمام، شو العقوبه؟ هلا المحكمه يعني؟ هلا تمني تقص القضيه ويجينا علي. كيف بحكي انه المحكمه قرار المحكمه ما بوصلنا احنا. خلص تتعامل معاه قرار انه اغلق بالكامل، بس انه لحد هلا يعني بالنسبه لموضوع السنابل ما حد هلا ما وصلنا حتى بالقضيه الاولى. يعني القضيه الاولى بتعرفوا شو صار فيها اصلا كمان لسه بالمحكمه. يعني عاده قرارات لسه المحكمه في المحكمه لم تنتهي. من سنه ما انتهتش القضيه في المحكمه. طب ما دام لسه في المحكمه بيقدر يرجع يفتح طبعاً. وهي القضية لسه في المحكمة؟ طبعاً. حلو. طيب خليني أسألك التالي، من التجارب السابقة بشكل عام شو أبرز عقوبة اتخذت عنا في البلد؟ يعني شو أقصى عقوبة حسب أنت متابعتك حضرتك للملف اتخذت مع صاحب منشأة أو محل بشكل عام بحقه؟ ما بعرف، ما عندي معلومة دقيقة أعطيك إياها لهالدرجة. يعني إنه ما بتوصلكم قرارات المحاكم ولا القضاء شو بيحكم ولا أنتوا بتعرفوا؟ يعني لما تروحوا عندهم بيحكوا لكم مش لما يعني المعلومة هالقد سرية؟ ما في عنا عقوبات بارزة في البلد يعني إنه نكون عارفين شو بيصير فيها؟ إحنا لحد هلا دكتور لحد انا بعرف انه انتوا صحه وانتوا صحه البيئه وانتوا بتحولوا للنيابه. انا ما عندي فاهم انه دور النيابه اللي بتحول للقضاء، لكن انا بسالك لما بتحول للنيابه بتعرف شو بصير بعدها؟ يعني خلص انت قلت لي لا ما بنعرف، ما بوصلنا ايش بتحكم. انا بالتحديد انا هذا الملف اللي انا مطلع عليه حتى الان القضيه اللي من شهر 7 موجوده في المحكمه، لم يصدر بحق حكم. شهر 7 السنة هاي ولا السنة الماضية؟ لا السنة الماضية. السنة الماضية ولم يصدر أي حكم. وكان الإغلاق بسبب إيش؟ وآخر زيارة إن كانت زيارة السلام العام كانت في شهر 3 للمخبز، وكان ما في عنده مشاكل، كانت أمل صيانة يكون فيها في شهر 3 2023. آخر زيارة قبل 6 شهور. لا رئيس. طيب. خلينا نتأكد كمان إذا في زيارات أخرى. 6 شهور. آخر زيارة. لا بس خليني أعطيك أدق. يلا معك. أنا ظالم لأنه أنا كل زيارة كانت ما كان فيها أي. لا طول بالك. تفضل معك أنا ما في مشكلة. طيب دكتور، وانت بتدور على اخر زياره واضح انه في السجلات عندك اخر قبل 6 شهور. اخر زياره كانت له ب 10 9 هذا قبل الحادثه بكم من يوم. صحيح. وهذا يعني كيف يعني هذا الاشياء الموجوده والصراصير الملزقه في الحيط اقل شيء لها 6 شهور 7 شهور ملزقة. لا مستحيل مستحيل يا اختي مستحيل حكي مستحيل. انت شفت منظر الحيطان ومنظر زوايا هذا لا يمكن في كم يوم طلع يا دكتور. دكتور تأكد من اسم المخبز اللي بعشرة تسعة رايحين عليه بركي مش هو. متأكدين هي يعني كان عنده هي مخالفات بسيطة مش اشياء يعني كانت يعني على الأرضية هم يشتغلوا بوقع شغلات فكانت هاي اسمه من الأرضية. دكتور ما احنا شفناها الأرضية.
شفنا نعم. السطح والأرضية وشفنا أرضية الصواني وأرضية هذا إشي المخالفة اللي كانت متأكد يعني إنك بعشرة تسعة الطواقم عندك بالله تحكي للموظف اللي راح شو راح يسوي معلش يعني اسمح لي شو راح يسوي بعشرة تسعة وشو شاف بحكي لك شو أنا شاف بحكي لك زيارة عادية فهمت علي زيارة عادية شو يعني زيارة عادية يعني راح يفطر شو يعني زيارة عادية يعني ولا راح زيارة دورية طيب ما شافش هذا الحكي لا ما كان هذا الشيء موجود ما كانش هذا الحكي موجود لا ايش ملاحظات عامه مثلا في عنده باب خلفي مفتوح مسكروه في نظافه الارضيات انه اول باول تتنظف ما يستقبلوا لاخر النهار وينظفوا فهمت علي هاي الاشياء موجوده يعني انت بتحكي ب 10 9 القصه صارت ب 15 9 14 9 يعني باربع ايام تكونت هذه الحشرات اللي على الارض ملزقه وهذا المنظر شايفين هذا الآن الذي يعرض هذا كله تكون في كم من يوم طيب يعني دكتور أنت برأيك كونك مدير عام صحة البيئة الإجراءات المتبعة في البلد كافية يعني خليني أحكي أليس هناك إجراء لمنع ذات الشخص المخالف أن يعود لذات العمل الذي لم يحترم شروطه سابقا العام الماضي أغلق وأغلق على هذا السبب شروط صحة ونظافة وأمور مثل هيك رجع بعد عام فتح بشروط بنفس السبب أغلق ألا تعتقد أنه يجب أن يكون هناك إجراء لمنع ذات الأشخاص لأن يعودوا لهذا العمل؟ هذا الموضوع مش مصلحه انت وزاره الصحه هاي قوانين هاي القوانين ما بعد ذلك سالتك كمدير عام صحه بيئه لا تعتقد برايك انت كمدير صحه بتكشف ما تاخذك لا اعتقد انا بحكي لك القانون القوانين المعمول فيها حاليا في وزاره الصحه في البلد انا كمدير صحه رام الله بمهمتي التفتيشيه غير رادعه القوانين كيف بتشوفها بحول نيابه الجرائم الاقتصادي المقتضى القانوني في هذه الاجراءات هو من اختصاص المحكمه مش من اختصاص وزاره الصحه صحيح لكن انتم كصحه ما بتشوفوا بتشوفوا القوانين بتشوفوا القوانين كافيه ممكن ما يخلش بها توصياتكم في الموضوع انه بتشوفوا انه لازم تشديد الاجراءات العقابيه تشديد الاجراءات يعني هذا سؤالي كان هلا طبعا شوف من امن العقاب سأل ادب مزبوط مش هيك بيحكوا نعم هلا يعني المفروض ان هلا الغرامات يعني هذا هاي امور قانونيه مش من اختصاصها هاي امور قانونيه ممكن يعني تنطرح من دولة الاختصاص ويقرروا فيها احنا مهامنا في وزاره الصحه انه نتابع الامور هاي كلها نراقب مدى الالتزام في حال ما التزمش انا مهمتي انه يعني حسب المخالفه خلص انت مهمتك تحول للنيابه وخلص النيابة. مش مهم بعد المقتضى القانوني هذا في المحكمه في عن طريق النيابه الجرائم الاقتصاديه هم بدول الاختصاص فهمي عليك انا ما بدي ارجع اكرر السؤال فهمي عليك انت بتتحول للنيابه وهم بنتهي دورك النيابه القضيه ما انت بتعرف كيف عندنا القضاء والاجراءات فيه بتطول وما الى ذلك ضلت القضيه سنه رجع فتح الزلمه رجع عنده نفس الكارثه انتم كصحه مش هذا عبء عليكم طبعاً يعني انت مش بتحسوا انه طب احنا ايش بنعمل على الفاضي اجراءاتنا ليش ما بيكون عندكم توصيات القصد انه تشديد الاجراءات لانه واضح لما الشخص بتسكر محله على سبب بيرجع بيفتح انه على الفاضي يعني وعلى فكره في ناس بتعتقد انه هو تغلق على طول يعني بحب توضح لهم انه ممكن يعني بسهوله يرجع يفتح كمان كم من يوم او كم من صحيح انا اذا 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 الانسان هذا اذا النيابي قامت بمراسلتي بخصوص انه هل سوى وضع او لا انا كمديري صحه رام الله والبيري بدي ابعث الكوادر المفتشين الصحه يشوفوا المكان يكشفوا عليه اذا المكان صوب والمخالفات ازيلت واعيد تاهيل المكان حسب شروط الصحه والسلامه العامه طبعا اقول حقول له انه مستوفي الشروط هلا في قرار فتحه او عدم فتحه برجع للنيابه خلص يعني انتم بتنتظروا فقط من النيابه طيب صحيح شكرا دكتور احنا رح نحكي من الجانب القانوني يعني مع مختص في القانون شكرا جزيلا لك الدكتور مهدي راشد مدير عام صحة البيئة في رام الله والبيرة تحياتي لك ما قاسي معاصي وخسائر
الحكاية إذن مش ملوي مال في الخزن تبقى الحكاية إذن مش ملوي مال في الخزن ده باللي نختار ودع الميزان توازن في ناس عملها أملها وخيرها بتقصد وناس بتعب في شكاير مقاسي معاصي وخساير ناس بتعب في شكاير مقاسي معاصي وخساير من بعد ضميره ده ماله مهما يصدق في ماله من بعد ضميره ده ماله مهما يصدق في ماله ولا يعلي في عماير مصيره مستقصده قولوا للي أكل الحرام يخاف بكرة اللي كانوا يفسده. طيب كيف يتعامل القانون مع هذه الحالات وكيف تتعامل أيضا نيابة الجرائم الاقتصادية؟ ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد الأشقر المحامي والقاضي سابقا أيضا. دكتور أحمد صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير أخت ريم ولجميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. تحياتي لك دكتور، وإحنا بنناقش قضية مهمة تتعلق بصحة المواطن الفلسطيني، وذلك بعد طبعا تكرار حوادث المخالفات للمطاعم والمخابز، واللي كان آخرها أحد المخابز في رام الله عندما عثر أحد المواطنين على ذيل فأر في داخل رغيف خبز وبلغ الطواقم اللي بدورها راحت على المخبز وهناك كانت الكارثة. طواقم بتقولنا يعني إنه إحنا دورنا ينتهي عند تحويل هذا الصاحب المنشأة إلى نيابة الجرائم الاقتصادية، وهناك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وهنا ينتهي دورنا. ولكن واضح لأنه هو كمان كان عنده قضية في نفس النيابة قبل عام والتي لم يتم البت فيها للآن، وبالتالي رجع فتح وبالتالي رجع تسكر على نفس السبب، إنه الإجراءات المتخذة والمتبعة هي غير رادعة. فهل لك أن تشرح لنا دكتور إذا سمحت كيف يتعامل القانون مع هذه الحوادث؟ يعني بداية لابد من الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك سنة 2005 قد عالج هذه المسائل على نحو تفصيلي. وفي 2018 تم تعديل هذا القانون أيضا، وتم التشدد في العقوبات الواردة فيه، تصل يعني هذه العقوبات في بعض الأحيان إلى عقوبات جنائية. لكن فيما يتعلق بالإغلاق، بكل تأكيد هناك نص المادة 30 من قانون حماية المستهلك التي تتحدث بشكل واضح وصريح على صلاحية المحكمة وليست الجهات الرقابية على إغلاق المحل بشكل مؤقت أو بشكل دائم، وبالتالي هناك سلطة للمحكمة بعد إحالة الملف لها في تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لوقف يعني أو إغلاق المحل بشكل مؤقت أو بشكل دائم. يفهم بالقانون بشكل مؤقت أنه في يعني أثناء طور المحاكمة، بمعنى أنه إذا ارتأت المحكمة أن هناك ما يشير إلى أن ثم الدلائل قوية على وجود مخالفة للقانون، تقوم المحكمة بإغلاق المحل بشكل يعني مؤقت، ولها في حالة الإدانة أيضا أن تقوم بإغلاق المحل بشكل دائم، وبالتالي هي سلطة تقديرية للمحكمة، وهذه طبعا ليس دور الجهات الرقابية ودور دور يعني خلينا نقول المحكمة القضاء بعد أن تتم إحالة الملف بشكل دائم إلى المحكمة لتقوم بإجراء المقاضاة حسب الأصول والقانون. نعم، يعني ممكن يصير في إغلاق بشكل كامل وممكن بشكل مؤقت، لكن ليش للآن ما عندنا تعامل مع هذه الحالات يعني الإعلان عن اسم صاحب المنشأة أو اسم المنشأة نفسها على الغرار كالغرار باقي الدول؟ يعني نعم أختريم، الإعلان لا يتم إلا بعد صدور الحكم النهائي. الأصل أن قرينة البراءات تحترم. يعني بمعنى أنه ممكن يكون هذا المحل صوتك اختفى دكتور، إذا بتقرب على السماعة لو سمحت. دكتور أحمد عم تسمعنا؟ نعم صوتك صار بعيد بس. ألو؟ تفضل، هلأ عم نسمعك بوضوح. أقول لك أن النشر وجوبي بحكم القانون أعتقد حسب المادة 31، لكن هذا النشر لا يتم إلا في حالة
ما تم صدور الحكم النهائي. يعني بمعنى آخر أنه لا يمكن أن يتم النشر إلا بعد اتفاء كافة إجراءات المحاكمة وصدور حكم نهائي قطعي مبرم. وهذا بصراحة منطقي لأنه يحافظ على ضمانات المحاكمة العادلة ويعزز من قرينة البراءة كقرينة أساسية. عشان هيك أنا بعتقد أنه البحث في هذه المسألة ابتداء يجب أن يكون من خلال الإغلاق المؤقت إذا فعلا تبين للمحكمة من حيث المبدأ أن هناك مخالفات تؤثر على الصحة العامة. طيب حادثة المخبز الأخيرة أكيد تابعتها دكتور، حادثة المخبز الأخيرة يعني إحنا بنشعر في البلد إنه ودائما هيك بحكولنا إنه ما في عنا قوانين رادعة أو مخالفات حتى وعقوبات رادعة لا ليس صحيحا، ليس صحيحا. المشكلة ليست في القانون، المشكلة في التطبيق. على العكس أنا أجد في قانون حماية المستهلك تشدد كبير، لكن المشكلة في التطبيق. أولا يعني بالأساس هناك مسؤولية رقابية على أجهزة الدولة بكل الجهات، وبالتالي هي يجب أن تكون يعني رقابة مستمرة ومتوالية. وحتى لو أول مرة قبض عليه وأحيل المحاكمة يعني إذا ما تم التفتيش عليه وتبين وأيضا هناك وجود مخالفات تقام قضية أخرى. وبالتالي وممكن النيابة العامة أن تطلب وقف المحل أو إغلاق المحل، وممكن أن تتصرف النيابة العامة أي إجراءات تحافظية في هذا الإطار. المشكلة ليست دائما في القانون، يعني حتى أن القانون السيء القاضي الجيد نصنع منه قانونا جيدا، لكن نحن بحاجة إلى يعني خليني أقول تجديد الرقابة وتجديد الإجراءات القضائية، لأن هذه المسألة تتعلق بصحة المواطن ولا يمكن السكوت عنها ولا التعاطي معها كجريمة اعتيادية بصراحة. نعم، يعني أنت تقصد إنه القاضي لا يذهب إلى أقصى العقوبات عادة، لا يطبق القانون في الذهاب. المشكلة ليست في العقوبة، المحكمة يعني تأخذ وقت طويل لإصدار الحكم. صحيح، لأنه لسه في قضية على نفس المحل. القضاء الفلسطيني ولا. لكن هناك إجراء بالإمكان اتخاذه له علاقة بالإغلاق. من مين؟ يعني على الأقل من إذا النيابة؟ مثلاً إذا ما النيابة العامة أحالت الملف التحقيقي للمحكمة بلائحة اتهام، المحكمة تستطيع بناء على طلب النيابة العامة أو حتى من تلقاء نفسها أن تطلع على هذا الملف، وإذا رأت أن هناك دلائل قوية تشير إلى فعلا وجود هذه المخالفة لها أن تصدر قرار مؤقت بوقف المحل. وهذا يعني قدر لحماية المصلحة العامة ولحماية المستهلكين. وهذا عادة لا يحدث. في الغالب لا يحدث. لا شو المشكلة يعني من تجاربنا في الغالب لا يحدث، لكن يحدث يعني وهناك إمكانية لحدوثه. لنبدأ من اليوم يعني أن يكون هناك فعلا تسديد حقيقي أولا في الرقابة، وهذه مسؤولية أساسية. القاضي لا يذهب ليراقب على المحلات التجارية أو على المطاعم أو غيرها أو المخابز، لكن الذي يجب أن يقوم بذلك هو الدولة وهي مؤسسات الدولة، ويجب أن لا نتفاجأ عندما يحدث ذلك. هذا موجود في كل دول العالم، لكن أن يتكرر ذلك وأن يكون بهذا الحجم فأعتقد أن هناك تقصير ما لا أعلم أين هو. باعتقادك التقصير وين لما بتكرر؟ التقصير يعني في الرقابة ولا في المنظومة ككل؟ في المنظومة ككل. المنظومة ككل. ما بتقدر أنت تحمل جهة معينة، الكل مقصر في هذا الموضوع، وحتى جمعيات حماية المستهلك. ويعني كل ذلك بحاجة إلى يعني خليني أقول تنسيق بين هذه المؤسسات، إلى التشدد في العقوبات مع احترام قرينة البراءة، وأيضا احترام المسائل التي لها علاقة ب كمان يعني السرعة في إنجاز هذه الملفات. يجب أن تأخذ هذه الملفات صفة الاستعجال، وأن لا تتم المطالبة فيها، أن تكون جلسات المحاكمة قريبة، وأن تكون فعلا يعني أنا تفاجأت أنه هذا المحل دكتور عنده قضية من شهر 7 العام الماضي لم يتم البت فيها، هو نفس المحل. يعني ما اعتقد انها ستستمر لسبعة وسبعة وسبعة بعد 3 سنوات. يعني هذا طبيعي، هذا مسألة لها علاقة بحالة القضاء الفلسطيني يعني الذي بكل صراحة في الفترة الأخيرة يعني اصبحت ظاهرة الاختناق القضائي مضاعفة، وهذا بإقرار مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل السلطة التنفيذية، وبالتالي يجب علينا ان نتوقع في كثير من الأحيان المزيد من يعني الإطالة في أمد التقاضي. قضايا زي هيك المفروض المحكمة يعني تحاول قدر الإمكان التسريع في الإجراءات، كمان تسريع في هذه الإجراءات زي ما حضرتك. طبعا هذه إجراءات لها خصوصية، هي ليست جريمة عادية، هذه جريمة تؤثر على الصحة العامة. طبعا تؤثر على الصحة العامة، يعني إحنا مش بصدد إنه يصير عندنا حالات تسمم بأعداد كبيرة أو لا سمح الله أطفال. طبعا هي تؤثر في وباءات للمرحلة يعني إن شاء الله ربنا يعني يحمى الناس وهذا الشعب، لكن
استمرار ذلك قد يعني يؤدي إلى يعني مزيد من يعني خليني أقول الأوبئة لا قدر الله، أو إلى خليني أقول انتشار الأمراض السارية والمؤدية. وهذه مسألة لها علاقة باعتقادي ليست فقط بالأمن الصحي، لها علاقة بالأمن القومي طبعاً. وأمن الناس وحقهم في الحياة وأيضا استمرارهم في يعني الصمود على هذه الأرض. إذن هي يعني هذه جريمة مركبة خطيرة، المفروض أن يتم التسديد عليها، والجلسات ويعني دور النيابة العامة ودور المحكمة يجب أن يكون بتسريع هذه الإجراءات تحت كل الظروف. شكرا شكرا دكتور أحمد الأشقر المحامي والقاضي السابق، تحياتي لك على هذه الإفادة وطبعا المعلومات. تحياتي شكرا. وبتسأليني يا بلد ليش القحط عم البلد وليش الغيوم تكشفت والخير شيء تسأليني يا بلد لأن النوايا تغيرت وصارت أناني وحسد وصار يعني رح نتوقف عند فاصل قصير، بعد الفاصل نناقش ائتلاف أمان يجدد مطالبته بتفعيل القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية بعد تكرار حوادث شبهات الأخطاء الطبية. خليكم معنا. يزعل إذا سمع الرعد، يزعل إذا ابتل الطريق بالشتاء ولا برات وصار الوطن سلت خبز والفار أكبر من أسد وصار الحرامي أشكر يسرق ولا يخشى أحد لأنه بصراحة مرتكز عنده بكل زقة سند مثله حرامي مرتشي وتقاسم خير البلد وبتسأليني يا بلد. كل دقة قلب كان بينبض بالحب يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى مشينا معكو الدرب تحدينا كل الصعب كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيز حكاية إبداع دجاج عزيز حكاية إبداع وتطوير يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة. جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد
22 ربحك مش بعيد. توفير 22 جواز نكترت والفرحة كبرت. افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر أو غذي حسابك الحالي لتدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى. للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني. حسن الاختيار. حبيت كيف وانا قاعد في البيت سرعة وطاير وعليت والنت مكفينا مكفينا وشو صار مش طالع انا من الدار الفايبر سرعته نار انا والعيل باجواء السرعة جلينا ويلا نعيش مع مالت الجيجا فايبر يلا نعيش على السرعة أجواء السرعة بتفرق ما بالت الجيجا فايبر في البيت عيش أعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع بالت الجيجا فايبر أسرع انترنت منزلي. للاشتراك زوروا أحد معارض بالت وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199 خاضع للإمكانية الفنية. طيب أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم معنا عبر شبكة وطن الإعلامية. من جديد نرحب بكم. جدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مطالبته بضرورة الإسراع في استكمال وضع الإجراءات التنفيذية للقرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، محذرا من خطورة استمرار حالة عدم استقرار القطاع الصحي. هذه المطالبات جاءت بعد تكرر حالات وفاة مؤخرا اشتبه بوجود أخطاء طبية فيها وما نجم عنها من خلافات علنية وتبادل الاتهامات بين وزارة الصحة وأهل المتوفين ونقابة المهن الطبية من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخرى، وما رفقه من إعلان نقابة الأطباء خطوات تصعيدية وصولا إلى التهديد بإخلاء المستشفيات العامة بعد اتهامات تتعلق بأسباب الوفاة. نناقش الموضوع هذا اليوم مع ائتلاف أمان، ويعني حاولنا أيضا الوصول إلى وزارة الصحة للحديث أكثر في هذا الموضوع، لكن كانت يعني اعتذرت لأنه في لجنة تحقيق لديها الساعة 10 في هذا الوقت، فبالتالي قالت لنا وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع بأنه تم وضع مسودة لنظام التأمين ضد الأخطاء الطبية وهي في طور النقاش مع شركات التأمين، وسيتم رفعها قريبا لمجلس الوزراء بمشاركة نقابة الأطباء. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا هامة زيدان مديرة العمليات في ائتلاف أمان. صباح الخير يا هامة. يسعد صباحك كريم أنت وجميع السادة المستمعين. تحياتي لإلك هامة. يعني بالبداية، ليش أمان مهتم بهذا الموضوع؟ ليش مهتم بتفعيل القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية؟ صراحة أول شيء إقرار هذا القانون جاء بعد نضال إحنا بدينا فيه في العام 2010 بسبب تكرار الشكاوى اللي وصلت ائتلاف أمان ومؤسسات المجتمع المدني أيضا والهيئة المستقلة
لها علاقة بأخطاء ناجمة، أخطاء طبية أدت إلى وفاة بعض المواطنين أو إحداث إعاقة دائمة عندهم. فإحنا من سنة 2010 و2011 بدأنا التحرك لأهمية وضع قانون لتفعيل المساءلة على الأخطاء الطبية، ومع الحوارات والنقاشات ومع المقاومة اللي بصراحة إحنا شفناها موجودة لدى الجهات ذات العلاقة اللي رح يسري القانون عليها، قدرنا بعام 2018 أن يخرج إلى النور قانون السلامة، الحماية والسلامة الطبية والصحية. وصراحة هذا القانون تم إقراره وظل كثيح لأنه لم يتم وضع الإجراءات التنفيذية ولا البروتوكولات الخاصة في هذا القانون، لأنه قانون خاص مش زي أي قانون عادي. لم يتم تفعيل التأمين عليه، وكان في هناك حالة من رفض تطبيق هذا القانون. إحنا الصراحة مش قادرين نلاقي تفسير إلى لحديت هلا، ومش قادرين نفهم سبب التباطؤ في تفعيل هذا القانون، خاصة وإنه إحنا كل فترة تظهر عنا حالات بتؤدي إلى وضع غير مستقر في المجتمع، بتهدد القطاع الصحي الفلسطيني، بتهدد مصالح المواطنين، وبتهدد أطباءنا أيضا وسلامتهم وسمعتهم في المجالات المختلفة. اللي بدي أوضحه إن هذا القانون إحنا منشوفه بيحمي الطبيب تماما كما يحمي المواطن. طيب أنا رح أحكي، يعني رح أسألك كيف بيحمي الطبيب، بس بالبداية كيف ممكن هذا القانون إنه أو القرار بقانون إنه ينهي يعني إذا تفعل حالة عدم الاستقرار في القطاع الصحي؟ أولاً هذا القانون عشان يتفعل إحنا بحاجة إنه وزارة الصحة اللي هي المسؤولة عن هذا الموضوع بالدرجة الأولى وبتتحمل معها المسؤولية نقابة الأطباء والجهات ذات العلاقة في تقديم الخدمات الصحية، بحاجة لوضع البروتوكولات الخاصة بالأخطاء الطبية والإجراءات الطبية ذات العلاقة، لأنه ريم الخطأ الطبي اللي بيتم المساءلة والمحاسبة عليه هو الخطأ الناتج عن الإهمال الطبي اللي بيكون فيه أحد مقدمي الخدمة الصحية للمواطنين. هذه البروتوكولات بتوضح بالضبط بالورقة والقلم ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها عند تقديم خدمة صحية معينة، سواء كانت فحص مخبري أو عمليات أو تقديم خدمة صحية داخل مشفى. بتحدد بالضبط إيش الإجراءات اللي يجب اتخاذها من أجل تجنب وقوع خطأ سببه الإهمال الطبي. فهي جدا مهمة حتى لما يوقع عنا حوادث لها علاقة بأخطاء طبية بتم الرجوع هل فعلا تم تنفيذ الإجراءات وفق البروتوكولات المعتمدة وطنيا وعالميا. هي بروتوكولات عالمية معروفة والأقدر إنهم يوضعوها هم الأطباء نفسهم، بيقدرش مواطن عادي يحط بروتوكول لعملية جراحية، الأطباء هم اللي بيعرفوا شو هي الإجراءات الصحيحة. فبالتالي لرجوع هاي البروتوكولات وفحص الحالة ومقارنتها نقدر نحدد هل الخطأ حصل بسبب إهمال طبي من أحد مقدمي الخدمة الطبية. وهان مش بس إحنا بنحكي عن أطباء، بنحكي عن أطباء، عن ممرضين، عن فنيي المختبرات، عن الأشعة، عن كل موظفي القطاع الصحي 100%. هل فعلا اتبعوا البروتوكول؟ هل فعلا هم لم يهملوا ما طلعوش عن القواعد المألوفة أو المعتمدة في وزارة الصحة؟ إذا نعم فمعناته شبهة الإهمال، يعني خطأ طبي بسبب الإهمال، تنتفى عنهم. نصير نشوف شو الأسباب الأخرى اللي أدت مثلا إلى وفاة المريض أو إلى إحداث ضرر إليه. هذا بيساعد بيكون هو الفصل، خلص هذا القرار بقانون بيكون هو الفصل في كل هذه القضايا. الطبيب أو الممرض أو مقدم الخدمة الصحية بحب إذا أثبت إنه هو اعتمد البروتوكولات هو نفى عن حاله شبهة الإهمال اللي أدت للخطأ، وبالتالي هيك بيحمي القرار بقانون، هيك بيحمي حقوق الأطباء أيضا 100%. أيضا هذا القانون اللي بتطلع عليه كمان، القانون حدد اللجان، لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية سماها، اللي هي اللجان اللي بتم تشكيلها من أجل التحقيق في الأخطاء التي تقع. وهي اللجان انحطت في طريقة إنها تتغير كل سنتين، إنه يكون فيها مختصين من مجالات مختلفة حتى نضمن إنه لا يكون هناك تضارب مصالح ما بين اللجان المحطوطة والأطباء اللي ممكن يخضعوا للتحقيق من قبل هاي اللجان، لأنه واحدة من المشاكل اللي بنواجهها هي عدم ثقة المواطنين باللجان المشكلة،
وفي قناعة بشكل يعني كبير لدى البعض إنه هاي اللجان يوجد فيها تضارب مصالح ولا نثق في نتائجها، وهذا شفناه في الفترة الأخيرة. فهذه كمان تشكيل اللجان بناء على ما نص عليه القانون بيعزز الثقة لدى المواطنين إنه هاي لجان محايدة بيتم تغييرها، بيتم الاستعانة بمختصين من خارج المكان اللي تم فيه الخطأ الطبي. فبالتالي هاي الثقة تتعزز لدى المواطن إنه اللجنة نتيجة عملها ستكون أكثر موثوقية لدى المواطنين. طيب. والنقطة الثالثة أهمية هذا القانون كمان إنه يوجد، إحنا أول ما بلشنا نحكي على الأخطاء الطبية قلنا لا يوجد لدينا أي سجل بيوثق حالات الخطأ الطبي وآليات التعامل معها. هذا القانون بوثق أيضا، القانون بيجبر إنه أن يتم توثيق الحالات الطبية وكيف يتم التعامل معها وكيف سيتم تجنبها، وإذا صار في حكم قضائي في حالة معينة بيتم أيضا ذكرها إنه في حالة الخطأ الطبي الفلاني الحكم القضائي كان بالطريقة الفلانية. يعني هذا السجل مهم جدا لتطوير الأداء في القطاع الصحي. والنقطة الأخيرة اللي كمان مهمة في هذا القانون هو التأمين. يعني مفروض إنه أي منشأة صحية يكون لديها تأمين، ومفروض أيضا أن يتم إنشاء صندوق خاص في التأمينات على الأخطاء الطبية، كمان بيساعد في جبر الضرر في حال حدوثه، بيساعد على توفير التعويضات للمواطنين اللي ممكن يتعرضوا لأخطاء طبية، وأيضا مساعدتهم في الحصول على العلاج إذا كانوا بحاجة لعلاج ما بعد الخطأ الطبي. فجميع مكونات هذا القانون مهمة. المواطن إذا حدث خطأ طبي سببه الإهمال بيكون في هناك تعويض وآلية لمعالجته إذا بقي على قيد الحياة، بكفلها التأمين اللي موجود. الطبيب بيضمن إنه لن يتم ظلمه في حال هو اتبع الإجراءات اللازمة وفق البروتوكولات، وفي هناك لجنة فاهمة هاي التفاصيل راح تنصفه. وفي حال فعلا كان الخطأ واقع بسبب الإهمال سواء من الطبيب أو أي من مقدمي الخدمات الصحية، فالمساءلة مطلوبة. يعني إحنا منطالب في مساءلة الجميع عن إهمالهم في أعمالهم، وبالتالي الأطباء هم جزء من هاي المنظومة اللي كلنا منتساءل فيها عن أعمالنا. في حال وقوع خطأ يجب المساءلة حوله، وبتوقعش إنه هذا الموضوع بزعل الأطباء في هذا المجال. فهذه الفكرة، يعني إحنا مش كل فترة بدنا نعاود نرجع لنفس الدائرة. وقوع خطأ طبي، انتشرت المعلومات في البلد، صار فيه هجوم على الأطباء، صار فيه تشكيك في اللجان. وآخر فترة بصراحة هذا ما حدث بين نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية بصراحة كان خطير جدا، لأنه إحنا بنشوف بالآخر أثره على المواطن. المواطن بسبب هيك هذه الأحداث أول إشي يفقد الثقة، ثاني إشي بتتأثر الخدمة المقدمة له. يعني تهديد الأطباء بالإضراب ومنع الخدمة عن المواطنين هذا مؤشر جدا خطير. نعم. وبنفعش نمرق عنه بسهولة. يعني الخدمة الصحية هي خدمة أساسية طبعا، وبنفعش يضل المواطن يعني هو الحلقة الأضعف بهذا الموضوع والمتضرر الأول. نعم. للأسف أي مشكلة في البلد بتدفع بالنهاية ثمنها المواطن الفلسطيني. يعني صحيح. وإحنا زي ما بنحترم حق المواطن نحترم كمان حق الطبيب وحقه في حماية سمعته وحقه إنه ما يتمش التشكيك في مهنيته، بس بنفس الوقت من حقنا نفعل نظام إذا حدث خطأ من قبل العاملين في القطاع الصحي في أي من المجالات، إلى أن يتم مساءلتهم ومحاسبتهم، أن يتم توثيقه لمنع تكرره في مرات أخرى. طيب شو رأيك برد وزارة الصحة على الموضوع هام اللي هو تم وضع مسودة لنظام التأمين وضد الأخطاء الطبية، وهي في طور النقاش مع شركات التأمين وستم رفعها قريبا لمجلس الوزراء وبمشاركة نقابة الأطباء؟ يعني صراحة متأخر، إحنا القانون تم إقراره بال 2018 والتأمين هو جزء، في أيضا عندنا بروتوكولات. ماذا حصل في البروتوكولات؟ يعني هو جزء، يعني أنا شايف الخطى لإنفاذ هذا القانون بطيئة جدا، وكأنه هناك في رغبة في عدم إنفاذه. وهذا اللي إحنا بنسأل عنه، ليش شو السبب اللي بخلينا بطيئين جدا في جعل هذا القانون نافذ؟ التأمين مهم، البروتوكولات مهمة، وإحنا صراحة إحنا مش دولة شاذة عن العالم. إحنا هذا القانون مفعل في معظم دول العالم، وفلسطين مش غريبة عن هذا الموضوع. مش جايبين إشي جديد بنحاول نفرضه على المجتمع، هذا قانون معتمد في معظم الدول، تفاصيله واضحة في معظم الدول، في تجارب كتير كبيرة
أطباءنا لديهم الخبرة والكفاءة الكافية إنهم يحطوا البروتوكولات اللازمة. وعندنا شركات تأمين ضخمة قادرين نعمل صندوق لجبر الضرر زي الصناديق الأخرى اللي عاملينها للحوادث وما شابه. فبالتالي كل الإجراءات مش جديدة، إجراءات يمكن أنها يتم تنفيذها، بس إحنا بحاجة لإرادة سياسية حقيقية لإنفاذ هذا القانون، وهذا تتحمله وزارة الصحة متمثلة بوزيرة الصحة وعلى نقابة الأطباء أيضا والمهن الصحية اللي راح يكون لها دور في وضع التفاصيل، إنها تأخذ دورها من أجل إقرار هذا القانون وتفعيله، من أجل تفعيل هذا القانون. ويجب أن يكونوا مؤمنين إنه هذا في مصلحتهم أولا، عشان هيك يعملوا من أجل إقراره بالشكل المطلوب. تمام، شكرا جزيلا لك هامة زيدان مديرة العمليات في ائتلاف أمان، تحياتي لك ويعطيكم العافية. شكرا. أنا من بلد صغيري، بلد بتضل تنسنها بلد، هبلة وحزينة، بلد بتشيب الولد، ما فيها ناس كتير بس شو غبرة وتخبير، وفيها كل شي بيصير وفيش فيها ولا شي بيصير، بلد ما إلها حدود، بس يمكن أحسن إشي هيك، خلي الوطن مش محدود وسابق. يلا يا محمود، أنا ما بدي أعمل ثورة، لا ما بدي أقلب كون، أنا بس بدي أصل بكرة وأنا لا ميت ولا مجنون، والناس مشغولين كل شي ولا شي وزي شي ونص، إشي بيطرب عبري قالوا إشي نانسي ونص، وأنا مش عاطل، أنا بس عاطل على العمل، خريج مش هامل، أنا بإيدي بهد أعلى جبل، أنا بديش أحكي، باي، سلام، سلامات. طيب يعني ينتهي هذا اللقاء لهذا الصباح معكم، لكن لقاءاتنا متواصلة في كل يوم معكم في كل ما هو جديد من أخبار البلد، تابعونا دائما. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لزملائي في الكنترول ومن ريم العمري، أطيب التحيات لكم جميعا، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود، ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك، وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن، يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.